طلابنا طلاب الصف السابع الاساسي اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم فاهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ماده العلوم والحياه في قناه روافد التعليميه. درسنا لهذا اليوم هو درس جهاز الغدد الصماء وتم تقسيم الدرس الى جزئين. في هذه الحلقه سنقدم الجزء الاول منه بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلاب تعلمنا سابقا ان جسم الانسان يتكون من عده اجهزه وكل جهاز يحتوي على عده اعضاء التي تترابط معا لتؤدي وظيفه معينه ننتقل الان الى الاهداف التعليميه في هذا الدرس وهي يتوقع منك عزيزي الطالب ان تتعرف الى مفهوم الغده في الجسم نين؟ توضح المقصود بكل من الغدد الصماء والغدد القنوية ثلاثة تذكر بعض العوامل المؤثرة في النمو تتعرف إلى صفات الغدة النخامية ومكان وجودها تذكر أهم أهم هرمونات الغدة النخامية توضح المقصود بالعملقة وتقارن بين هرمون البرولاكتين وهرمون الأكسيتوسين النشاط الأول غدد في جسمي. في بداية هذا الدرس الذي هو بعنوان جهاز الغدد الصماء لابد من تعريف الغدة في البداية. الغدة هي مجموعة من الخلايا التي تفرز مواد لكل منها وظيفة حيوية معينة. نعيد التعريف مرة أخرى. كما هو ظاهر أمامكم على الشاشة، الغدة هي مجموعة من الخلايا التي تفرز مواد لكل منها وظيفة حيوية معينة. الغدد في جسم الإنسان تنقسم الغدد في جسم الإنسان إلى نوعين رئيسيين، غدد قنوية وغدد صماء. الغدد القنوية ومن اسمها قنوية اي توجد لها قنوات خاصه تصب فيها افرازاتها لتصل الى مكان عملها في الجسم الغدد الصماء او اللا قنوية وايضا من اسمها صماء اي لا توجد قنوات خاصه وتصب افرازاتها في الدم مباشره لنتامل الصور الاتيه ومن ثم نكمل الجدول المجاور انواع الغدد تنقسم الى قسمين قنويه ولا قنويه قنويه مثل الغده الدمعيه الغده اللعابيه والغده العرقيه واخيرا غده البنكرياس الغدد اللاقنويه او ما تسمى الصماء مثل الغده النخاميه والغده الدرقيه والغده الكظريه وايضا غده البنكرياس لاحظ عزيزي الطالب ان غده البنكرياس تعتبر قنويه ولا قنويه والسبب سيتم دراسته باذن الله في الحصه القادمه هيا بنا لنكمل جدول النشاط هذا الجدول يوضح مقارنه بين الغدد القنويه الغده الاولى هي الغده العرقيه وكما درسنا في الصف الخامس الاساسي انها تتواجد في الجلد في طبقه الادمه ما هي الماده المفرزه احسنتم هي العرق ما اهميه هذه الماده تنظيم درجه حراره الجسم والتخلص من الاملاح الزائده ما العامل المسبب للافراز العامل هو اما ان يكون ارتفاع حراره الجو او ازدياد النشاط الايضي الغده الثانيه هي الغده اللعابيه اين تتواجد احباء الطلبه نعم احسنتم تتواجد بالفم ما الماده المفرزه لعابية، ماذا تفرز؟ بالطبع اللعاب. ما أهمية المادة المفرزة؟ وهي اللعاب ترطيب الفم وهضم النشاء وسهولة المضغ. ما العامل المسبب للإفراز؟ ها هو مكتوب لكم في الجدول. شم رائحة طعام شهي. الغدة الثالثة هي الغدة الدمعيه اين تتواجد احباء الطلبه نعم احسنتم تتواجد بالعين ما الماده المفرزه دمعيه ماذا تفرز بالطبع الدموع ما اهميه الماده المفرزه وهي الدموع بالطبع احباء الطلبه حمايه العين ما العامل المسبب للافراز ممكن ان يكون مؤثر خارجي مثل بعض الغازات او التخلص من الاوساخ. نلخص النشاط عن طريق الخارطه المفاهيميه الاتيه التي ستظهر امامكم على الشاشه. تنقسم الغدد الى قسمين رئيسيين غدد قنويه وغدد لا قنويه صماء الغدد القنويه تصب افرازاتها في قنوات خاصه الغدد اللاقنويه هي الغدد التي تصب افرازاتها بالدم مباشره امثله على الغدد القنويه مثل الغده الدمعيه واللعابيه والعرقيه امثله على الغدد الصماء النخاميه الدرقيه والكظريه والغده المشتركه بينهما البنكرياس النشاط الثاني نخامية وعملقة يصنف إبراهيم تقلا كثاني أطول شخص في العالم ويبلغ طوله الإجمالي 2.46 مترا وهو رجل مغرب الجنسية يعيش في فرنسا ويملك أطول قدمين في العالم. ويبلغ طول قدمه 38.1 من عشرة أسئلة النشاط واحد. ما العوامل المؤثرة في نمو الجسم؟ هناك عاملان يتحكمان في نمو الجسم. الأول العامل الوراثي. وماذا يعني ذلك؟ أي الأب أو الأم، والعامل الثاني عامل بيئي مثل الغذاء والرياضة والهرمونات وصحة الجسم. السؤال الثاني في أي مراحل العمر تكون الزيادة في الطول أكبر ما يمكن؟ فسر إجابتك. كما تعلمنا في الفصل السابق أن مرحلة المراهقة هي المرحله التي يكون فيها الزياده بالطول وذلك بسبب النشاط الزائد للغدد الصماء في افرازات الهرمونات السؤال الثالث هل للغدد دور في نمو الجسم اذكر امثله على ذلك نعم للغدد دور مهم في نمو الجسم ومن هذه الغدد التي تلعب دورا هاما في النمو واحد الغدة النخامية التي تفرز هرمون النمو 2- الغدة الدرقية التي تفرز هرمون الثيروكسين الذي ينظم عملية النمو الغدة النخامية هي غدة صغيرة تقع في قاعدة الدماغ لا تتجاوز كتلتها نصف جرام وتتحكم افرازاتها في كثير من العمليات الحيويه في جسم الانسان وتسيطر على عمل جميع الغدد الصماء لذلك تسمى بسيده الغدد الصماء اذكر اهم الهرمونات التي تفرزها الغده النخاميه واحد هرمون النمو الذي ينظم معدل النمو. اثنين، هرمون البرولاكتين المنشط لافراز الحليب والذي يفرز بعد الولاده مباشره، فينشط تصنيع الحليب وتجميعه في قنوات غدد الحليب في ثديي المراه بعد الولاده مباشره. ثلاثه، هرمون الاكسيتوسين، وهو المنشط لادرار الحليب. وهو ينشط خروج الحليب اثناء الرضاعه الى فم الرضيع نعيد ذلك مره اخرى هرمون النمو هرمون البرولاكتين هرمون الاكسيتوسين العملقه هي ظاهره تحدث عند الزياده في افراز هرمون النمو في سن مبكره وتسبب الافراط في الطول ويصحبها خمول في القدرات العقلية والجنسية كما هو الحال عند إبراهيم تقلة عافانا الله وإياكم أحبائي الطلبة عزيز الطالب من خلال الأسئلة الآتية ومحاولة الإجابة عليها يمكنك تقييم نفسك في هذا الدرس السؤال الأول اكتب المصطلح المناسب أمام العبارات الآتية واحد مجموعة من الخلايا التي تفرز مواد لكل منها وظيفة حيوية معينة ما الإجابة أحباء الطلبة نعم بارك الله فيكم هي الغدة 2 غدة صغيرة تقع في قاعدة الدماغ ما الإجابة أحسنتم هي الغدة النخامية ثلاثة ظاهرة تحدث عند زيادة هرمون النمو في سن مبكرة ما الإجابة؟ نعم بارك الله فيكم هي ظاهرة العملقة والتي يصاحبها خمول في القدرات العقلية والجنسية السؤال الثاني أذكر أهم هرمونات الغدة النخامية هناك ثلاثة هرمونات هي واحد هرمون النمو، 2- الهرمون المنشط لإفراز الحليب البرولاكتين، 3- الهرمون المنشط لإدرار الحليب أكسيتوسين. علل: تعد الغدة النخامية سيدة الغدد الصماء. السبب؟ لأنها تسيطر على عمل جميع الغدد الصماء، لذلك تعتبر سيدة الغدد الصماء. قارن بين هرموني البرولاكتين والاكسيتوسين من حيث العمل. هرمون البرولاكتين يفرز بعد الولاده مباشره فينشط تصنيع الحليب وتجميعه في قنوات غدد الحليب في ثدي المراه بعد الولاده مباشره. اما هرمون الاكسيتوسين فهو ينشط خروج الحليب أثناء الرضاعة إلى فم الطفل إلى هنا طلاب طلاب الصف السابع الأساسي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شكرا لكم على حسن المتابعة بعد مشاهدتك للفيديو الواقع المرسل